تحدت فتاتان إيطاليتان إجراءات العزل الشامل التي فرضها كوفيد 19 في البلاد، إذ تبادلت الاثنتان تسديد الكرة بصورة محترفة من على أسطح بنايات مجاورة في بلدة فينالي لوغوري. فقد نجحت هاتان الفتاتان طبعا نجحت في تبادل 12 تسديدة تضمنت ضربات خلفية وأمامية خلال فيديو مدة 24 ثانية نشر على فيسبوك يوم الجمعة الماضي عن طريق نادي التنس محلي يضم الاثنتين بين أعضائه. وبطبيعة الحال لم تنجح بعض الكرات خلال الحصة التدريبية في الوصول إلى الجانب الآخر، وسقطت في طريق خاص أسفل البنايتين، حيث وضع والدا الفتاتين الكرات في أكياس بلاستيكية مثبتة في صنارة صيد أسماك، وحظي الفيديو بأكثر من إشارات الإعجاب والتعليقات المشجعة للاعبتين حول العالم. نتابع. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شاركونا بقصصكم وأخباركم عبر منصاتنا الرقمية. نعود نلتقي غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.